قدم منسق القطاعات الكهربائية للشركة الوطنية للمياه مصطفى أحمد يوسف حديثا صحفيا، أعلن من خلاله الحملة التوعوية والإخبارية للمواطنين لمحاربة ظاهرة التوصيلات العشوائية للكهرباء. نستمع إلى مقطع من حديثه. الشركة عندها صعوبات في مع الزبائن، ما كل الزبائن، من الزبائن عندي ناس الكهرباء بيستعملوها بدون قروش، بلاش بدون قروش، لكن زي قش زي سرقة كده. عندنا ناس حتى البرانشما هم سيادة ما مش بربطوه، ما شركة ياتي ناس، بس بيشندوا من ناس يمشوا ويربطوا الحبل، ما يتكفوا عن الديبي وما يتكفوا عن الكهرباء، والشيء ده بيجي لنا صعب. عندنا من يوم 29 شهر 5 لحد يوم 18 شهر 6 عندنا مع الكومبانية ارتستيك جيندري بمشوا للزبائن، بمشوا لكل السكان حنا الاروندوسمان سانسيبيليزاسيون في الفروض وفي البرانشما الربوتو ساكده الربال الربوتو ساكده، دور كل السكان يفهموا الضرورة حنا الفروض وكيف نوقفوا العمل ده.